كفك راح تقرع. اي والله. علي ترى انت مضيج على ام المكان يا عبد الرحمن. لا تسحي عبد الرحمن. محمد صالح لا تسحي. وجهك مو بين شوكي بس ترتيب. ذكرني في واحد والله العظيم. منو؟ بوريك صورته بعد. السلام. شو فيك؟ واجهني. يلا يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم علي بيجي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معي من؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم علي ومحمد بن جديد. شو فيك تأشر؟ شو تبغى؟ قول لايك. يلا. حر. قلت لك قلت لك. المهم اليوم راح أسوي تحدي أنا ومحمد. إيش راح التحدي؟ مو متفيد. أنت إشرح. شو مو متفيد؟ مصور يقولي مو متفيد. إيش راح التحدي؟ ما تعرف التحدي. التحدي الخسران يقرع. سمع حمار. الخسران راح يقرع. يلا بسم الله نبدأ. والله ترى التحدي قوي. الخسران يقرع والله. لا أنا ولا هو قرعنا ولا مرة في حياتي. أنت ما في مرة قرعت في حياتك؟ لا والله حتى أنا ولا مرة في حياتي. المهم راح نلعب بلا قواعد لأنه هو ما يعرف يلعب. اسمع التحدي على شرف. لا شرف هوش دخل شرف. والله اوكي تعال انا ريال. لا لا والله خذ لا لا خذ تحدي يتقرع. لا انا ما شكله يبغى يقرع هو. بس ترتيب. لا يا عمي اذا فزت اعطيك اقرع. زين قبل ما نبدا صرخ بذني. واو. قبل ما ابدا جهز الماكينه من الحين. يلا نشوف. قبل ما ابدا يا بابا ابدأ بكذي. قبل ما نبدأ ايش لا ينسون ايش الدسلايك. لا اللايك واشتراك. عصر يا اخوان حطوا لايك واشتراك وصلونا مليون. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اصلاح تايم. يلا الاول جهز المكينة يلا يلا جهز المكينة بابوس. والله قدا الزلف هذا راح يروح. مساعد دوسري سعد دوسني يفلس. ايه لا بقى رجال راح بس. يا عيني. شوفي. يلا يلا قرع جهز الماكينة. بس وايد ولا قرع ولا ما يزعلون. شو السلك اللي يصير لك؟ الزول. وي هذا امس فاصلي صاير نوم. وش حارس؟ وش بتسوي؟ بالغلط. تستعمل كذا تعرف هذه؟ كيف من شاقني كمس تسعة وأنا كم شاقني لك كم مرة؟ لا 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 أنا والله إني غبي. مزمن. حلو حركت حارس. وحش مدافع. لا مدافع. يا عمي روح بس. ايه بلنتي. يا عمي روح بس. اي استهبل. ها شو يا عيني. يا رب. تعال مخلها هدي اللعب. تعال المدافع ايوه تعال نلعب على الرايق. تعال اعطي المدافع. نبني هجمة على الخفيف. رجع المدافع. رجع الحارس. يا بابا شو فيك؟ العب هجمة. لعب خفيف لعب. نبني هجمة. لا اوي اري حار يا بابا. شك. اوه بلا قواعد نسيت شكلك. ريو يسشقني شيء. اوه بس عمي والله انك نسيت يا اخي. بس ترتيب. انا من اول حتى قلت في الصورة في الفيديو قلت هذا نسى فيني. لا يلا اكسر. ها يلا يا عمي روح بس. شو فيك؟ يلا
بس اقول ليش ما يساطينا بلنتي لانك متخاذل نفس لعبك. وين الكرة يا بابا؟ انا شك شك شو طول جميل بسيط خفيف سبونج بوب. لا خلاص الشوط الثاني شوط المدربين تيجي الشوط يا تقرا يا لا يا بابا يلا يلا يا نكون يا لا نكون يا نكون يا لا نكون يلا يلا سوي نفسك متفاجئ قول له لا ما يا اخي ايوه انا والله كفك راح تقرا اي والله اي يا سكسر ما يا سكسر لك متخاذ نسكر سيان يوه 4-1 عيب والله. لا لا كيف يا ولد تستعمل معاي متخاذل امك يعني انت اسميك الخصم اللي ما تعرف تلعب انا ما اعطيك سالفه انت اصلا داخل بين قواعد عشان ما تعرف تلعب لو تعرف تلعب انت وانا اهينك شوف شوف اخي انا والله استوعب والله ما اروم استوعب لا تلعب بالذين بلاك تنبح والله مسخرة ها تباني اهينك استعمل يلا بس يلا يلا شو يلا انت مش حارس رب الكعب والله حارس امان طلعت لك حارس يلا طلعت الحارس يلا لهالدرجة هو ما فينا روح اشيل لك هذا يلا شلت له اتدرب عليك شوي يلا يعني شله يلا لا هري دخلها على طول في الداخل لا لا ما يخصني ما يخصني هري يلا بس عليك كالعادة لا جديد يعاد ولا قديم يذكر لا كلا لا قديم يعاد ولا جديد يذكر لو ولا العكس يا تخي تستهبل لا لا شو العار صرب الكعب مش تستهبل انت وصلعت كانت الثاني تقلد يا والله بس خلاص شوف بس الحارس كانك حمار انت ما تعرف تلعب والله ما ادري من شاقك كان مستسلم يا عمي ترى مره واحده لا تشقني انا شاق لا 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 هذيك مره شقيتك 7 ما عندك دليل لا لا وانت شو دليلك يلا اكو بعد الشهر نطلع من الرويل اي انا اللي سجلت 9 عادي زين مو كان انت قلت كل مره يلعب ضدي يختار ستي هو فوق عادة امس انا اخترت لا 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 يرجع رفس يا اخي مو لاعبين ولا قواعد كان انت ابى اكسر يا اخي يا شوف هذا لاعب كل تقوله وانا افضل لاعب يا بكره ذهبيه توكل يا اخي والله اري اري يا عمي ورب الكعبه في لوك استغفر الله لا كلنا يا اخي متخاذل عمك عمك شو لا عمك ايه استحى ويك ايه قلت له بالتصوير استحى ويك انا متى قلت كريستيانو او ميسي عمك اوه اري اري متى قلت انا اري اعرف اني قلت هذا تصير لا اوه لا صح لا شو اري يلا هدف شرف باخر دقيقه اخر دقيقه يا عمي اول ورب الكعبه في اول محمد والله العظيم مهضوم انت تعلم كيف جيت والله ما عرفت جيت 4-5 واو انا يلا يلا توكل يا بابا اذا خسرت اذا راح تقرب اي صح راح يقرب يا اخي كنسل التحدي شوي شي مني من هناك شوف عشان شوف اوكي راح اخليك تقرب بس والله والله العظيم وانا على ما اقول شيء والله ايش ايش يقولون؟ والله ما اعرف والله على ما اقوله شهيد والله على ما اقوله شهيد ان اذا وصلوا هالفيديو 5000 لايك في اسبوع اقرب والله العظيم والله مستحيل يوصلون ثم يخربيهم فضيحتك خل ليش ما يطلع طيب وش مو فضيحة ها ليش ما يطلع ما يبغى تشوف الوضع اي فضيحة زين الحين شوف مساعد الدوسري زين يا اخي اتركنا المساعد الحين طيب مرة ايش فهم ساعة سبحان الله الو والله العظيم وصل 5000 لايك في اسبوع اقرأ
طبعا ما راح يوصلونها يعني يوتيوبر مش واثق ما راح يوصلونها والله ما يوصلونها شوف الحين يا رجل اقسم بالله لو وصلوها قرر والله ما يوصلونها والله العظيم ما يوصلونها اقسم بالله ما يوصلونها شوفيك شوفيك خلاص خلاص ما راح يوصل يا عمي رب الكعبة إذا وصلوها أقرع والله أقرع ورب الكعبة أقرع إذا وصلوا 5000 لايك في أسبوع وبس أقرع راح أقرع وأسلكم قذوي على آيفون 17 روح والله أنا مسوي قذوي آيفون يلا مع السلامة صح راح أوريكم الحين فيديو وهو أقرع زين الحين حاب تقول كلمة شارك صدقني أبي توكل بروح ببيع بصراحة نستفيد مرة واحدة إيه اللي يسوون زراعة شعر والله فكر يسوي السحر يا واو زراعة شعر يحطون صمغ وياخذون شعرك صمغ هذا ولدك صغر قلوب هاشو هاشو اري 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 دش اري اجيك خلق العب خلق انزل كاس على شي بس يا رجل بس جيت كي قام اري حاصل شي جدا مع كيف يا يعني حتى مع فريق ما يفشقك يلا الحين حاب تقول كلمة قبل ما تشيل شعرك لا والله فرحان أهلي فرحانين أهلي فرحان أمي فرحانة يلا خلاص بس طبعا عند الحلاق بصراحة شكلي بهون لكن العيون على السعد بعد ما مروا نقول شيء طبعا سوينا التحدي شكلنا يعني اوكي الحمد لله يعني بس الله يديك عليك مرة جاية بخليك انت اللي تخسر.